مرحبا لجميع الأصدقاء والمتابعين للقناة، وبرحب فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، وانطلب مني اني اعمل فيديو عليه. فاليوم حشارككم بهذا الفيديو ونتكلم عن كيف انا I create something called اللي هو بسميه UPS list هون عنا، واللي هي عادة نحن نخدها من اليوزر ساوند نحطها على يو بي اس ليست، وبصير انا عندي something similar. حتى افرجيكم سريعة، بيكون عندي انا صار مجموعة اصوات انا هون موجودة في انا اتنقل فيها، انا اتنقل فيها بالطريقة هيدي من يو بي اس ليو بي اس. تمام. بالبداية خليني أنا أوضح شغلة ضرورية. اليو بي اس ليست شو هي؟ اليو بي اس ليست هي عبارة عن ريجستر ساوندز، في حطها ممكن تكون مش بس ساوندز، ممكن حطها مع إيقاع، ممكن حطها مع مثلا كوارتر تونز. هي عبارة عن بروجرام صغير فينا نحن نبرمج هالأزرار الموجودة نحن عنا هون بطريقة انه تخدمني انا اثناء العزف. هلا الطريقة اللي عادة انا بتعامل فيها بالنسبة لموضوع الـ UPS list هي اني انا بخصصها اكتر للاصوات، بطريقة انه بمجرد ما انا اعمل lock، وان شاء الله حيكون في فيديو نحكي عن خاصية lock، بس اعمل lock انا بصير عندي بمجرد ما انتقل بالايقاع او شغل الايقاع، اذا بنتقل من صوت لصوت ما بيتغير عندي الايقاع. فأعطيكم على سبيل المثال، إذا أنا عندي هلأ هون مثلا هي شغال عندي الإيقاع، إذا بختار أنا أول صوت أو بطلع بواحد تاني، إذا لاحظتوا بعده أنا عندي الإيقاع شغال بينما أنا عم بنقل بالأصوات. فتنشتغل بالطريقة هيدي، كيف نشتغل؟ أول شيء بهمني انا اعمل شغلة اساسية اللي هي اني اعمل how to create a list. في عنا شيء اسمه ال button هوني، اذا بمجرد ما انا اكبس عليه اول مرة هيفتح لي شيء مثل اذا شايفين هوني مثل menu. تمام، هيدا المنيو انا فيه اعمل لها creation، بصير انا بسميها. اذا بضغط على وحدة منهم هتلاقوا عطاني ليست موجودة هوني. شو بفهم من هالكلام هيدا؟ أول ضغطة بتطلعني لشيء اسمه الـ UPS list اللي هي مكتوبة عندكم هون UPS list. لما بضغط مرة تاني بس جوا هاي صار عندي اسمه الـ UPG list اللي هي مجموعة الأصوات الـ User Program اللي أنا عملها. هلأ كيف في أنا أعمل list؟ وانا بالصفحة الاساسية هون، وطبعا فيها نعمل ليست على الانترنال او على الاكسترنال، يفضل انا عم بشتغل على الانترنال. ندخل على الاوبشنز، في شيء اسمه عندكم rename UPS، delete UPS، make new UPS، وcopy UPSs. طبعا نحن حنعمل make new UPS، خلينا نسميها مثلا My list. إذا ما حدا بيعرف كيف بنسمي الأسامي فحغيرها، فينا ناخد بالديليت من هون ونسميها مثلا test، فأختار capital letter من هون. طبعا هيدي الأرقام تمثل الأحرف هون، فباخد مثلا T، برجع بزيح بالسبيس، برجع باخد حرف الـ E، برجع سبيس، برجع S، برجع T. صار عندي T، بعمل execute. صار عندي إذا لاحظتوا أنا عندي هلأ هون وحدة اسمها تيست. هلأ إذا بدخل عليها أنا هون فاضي، ما في عندي أي شيء فيها. طيب أنا هلأ كيف في يبلش حط أصوات إني أنا أقدر أشتغل عليها؟ وأنا بالمنيو هاي بدخل على اليوزر. أوكي، هلأ باليوزر إذا لاحظوا عطاني يوزر درام كيت، لأنه هي أول مرة تكسوا عليها بيعطيكم اليوزر ساوندز أو اليوزر تونز، تاني مرة بتعطيكم يوزر درام كيت. هلا باليوزر تون فرضا انا هاختار لنقول هيدا الصوت. اذا لاحظتوا انا عندي شيء اسمه اب 1 مدوي، شو معناتها؟ معناتها انا عم بختار الابر 1 ساوند. انا هلا صار عندي هيدا الصوت، اوكي سوري
سرق. سوري، انا كنت لاحظته هون اللي صار انه انا حاطط، كنت مشغل الابر 2 معه، فلما فصلته صار عندي الابر 1 شغال. اوكي، فرضا انا بدي هالصوت، او مثلا بدي هالصوت، لنقول انا عجبني صوت معين السترينجز، خلينا نسميه السترينجز اللي هو موجود هون. كيف انا بسيفه؟ في شيء اسمه رايت هون، بكبس عليها رايت، بسميه الاسم اللي بدي اياه. خلينا نسميه نحن مثلا اس تي ار، خلينا نسميه اس تي ار. بمجرد ما انا اعمل اكسكيوت، هتلاحظوا عندي شغله صار، انه الضوء رقم واحد ضوى. شو معناتها؟ اذا برجع انا مره تانية للليست، مرة تانية من هون، لاحظتوا صار عندي ال STR انا عندي مشغل. فانا مجرد ما انا عم بشتغل هون، صار الصوت انا عندي متسيف، انا عندي هون ك user sound. فرضا حابب انا اختار صوت تاني، نختار نرجع مرة تانية من اليوزر. فرضا انا عجبني ال electric guitar، نقول على سبيل المثال، او لنقول الليد، لنقول انا عجبني هيدا. نفس الطريقة options. اوكي، هلا هون سألني do you want to replace current UPG. طبعا انا اذا قلت له نعم، هيحط لي نفس الصوت يرجع على رقم واحد، فانا هقول له no. لما انا اقول له no، هدلت وسمي لنقول lead، اوكي، اعمل له اكسكيوت. اذا لاحظته صار عندي رقم 2 المضوى. لو حطيت له انا يس yes، كان حيبدل لي صوت السترينجات اللي على الاول، حيصير ليد مكانه. بنرجع للليست مره تانية، اذا لاحظته انا هلا صار عندي سترينج وليد. اذا بختار السترينج، اذا بختار الليد، هلا هيدي هي الطريقة اللي صارت عندي. إذا أنا بدي أرجع بعد للليست الأساسية، إذا لاحظتوا أنا عندي هوني الليست اللي أنا عاملهم، وهيدي التست تبعنا. إذا دخلنا عليها هودي الأصوات اللي بيكونوا موجودين عندنا. تمام، كل المطلوب مني أنا بس إني أعمل لوك، وهيدي ضرورية جدا حتى لما أنا أقلب الإيقاع عندي أقدر أقلب الأصوات. فعلى سبيل المثال إذا شغلت ورجعت أنا هلا الإيقاع مرة تانية، إذا حطينا هاي، هاي صارت عنا هلا قدرين اني اقلب انا ومخلي الايقاع. ان شاء الله بفيديو جديد حنحكي كيف ممكن نعمل شوية افكتس على هيدي الاصوات، كيف ممكن ادمج مجموعة اصوات بليست واحدة. يعني هلا انا عندي هودي صاروا من ابر واحد، يعني بس من صوت واحد، كيف فينا نعملها من اكتر من صوت يكونوا مجموعين مع بعضهم، وشو ممكن نستفيد من خاصية اللوك. ان شاء الله يكون الكل استفاد من هيدا الفيديو، وتابعوني بفيديوهات جديدة، وما تنسوا بليز السبسكرايب والفولو على القناة عنا، ويعطيكم الف عافية. ثانك يو.